السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بعرفكم على أداة اللي اسمها البابت تول. اوكي، هي نفس أداة البون تول اللي في ادوبي انيميشن. انزين، وهي فكرتها مثل شلون تحركون العظام او اي شيء ثاني. انزين، الفكرة هني في الستريتر ان مثلا اذا رسمتوا كذا شخصية بنفس الشكل لكن تبون اختلاف بسيط فيهم، فعشان يسهلون لكم الشيء بدون ما تروحون تردون ترسمون او تغيرون مكانه، بس تحطون البابت تول وتقدر تحركونه بكل سهوله. فمثلا اوكي، انا الحين رسمت مثلا شخصيه هني ستيكمان. اوكي، وكل واحد له جزء، اليد يعني له جزئين. فمثلا احنا اروح اختار الجزئين مال اليد. اوكي، عقب اروح اختار البابت تول. عقب مثلا وفي الانيميشن البون تول وتضغطونه وتسحبونه، تضغطون تسحبونه، أما هني بس تضغطون مرة هني المكان اللي تبونه، مرة هني ومرة هني وبس. في البون تول كان المفروض يعني تاخذون السلكشن تول عشان تحركونه، لكن هني ما داعي، بنفس الشيء مال بابت تول تقدرون تحركونه كذي كذي. اوكي، واذا تبون تحركون مثلا بس جزء واحد ذي يعني مثلا، تقدرون تضغطون على الالت وتسحبونه وتحرك بس اللي هاي الجزء اللي تبونه. اوكي، والفكرة مو بس تنطبق على الشيب، بعد تنطبق مثلا على البين تول مثلا. زين، مثلا رسمت ذراع الحين هني، بعد اسوي لهم سلكت الشيء اللي ابيه واروح احطه بالبابت تول نفس الشيء ويتحرك. وحتى بالبراش يصير، اروح اضغط عليه وبالبابت تول بيتحرك.